السلام عليكم ورحمة الله. معنا اليوم لاعب أسطورة وهو دييغو أرماندو مارادونا. فمن يكون يا ترى؟ من هو دييغو أرماندو مارادونا الذي هز عرش كرة القدم؟ قصص مثيرة من حياة دييغو أرماندو. لم يترك الأرجنتيني دييغو أي شيء في حياته إلا لو وكان له بصمة فيها، حتى وصلت به الأمور للظهور بقصص غريبة لم يقم بها أي لاعب آخر، وامتلأت حياة دييغو أرماندو بالقصص الغريبة والمثيرة في نهاية مسيرة حياته عن عمر يناهز 60 عاما. إليكم بعض الأشياء التي يأتيكم غريبة التي وقعت في حياته. أولا، مارادونا عندما قابل نفسه على التلفاز في عام 2005، قام مارادونا بإجراء مقابلة مع نفسه على التلفاز من خلال توجيه أسئلة لنفسه على أن يكون هو المقدم وهو الضيف في الوقت نفسه. ألم يأتيكم هذا اللقاء غريب بعض الشيء؟ تابعوا معي. وسأل مارادونا نفسه عن الشيء: لو كان عليك أن تقول بضع كلمات لمارادونا قبل رحيله، ماذا سوف تقول؟ ليجيب نفسه: شكرا لأنك لعبت كرة القدم، الرياضة التي أعطتني أقصى درجات الفرح والحرية، هي مثل لمس السماء بيدك، سأكتب ذلك. شكرا. ذات يوم قال مارادونا قد صعد إلى السماء وقابل الفضائيين. قد أثار مارادونا جدلا في عام 2019 خلال مقابلة مع قناة تي واي سي، عندما كشف عن صعوده إلى السماء ومقابلته الفضائيين الذين قاموا بملاقاته هناك. وقال دييغو في تلك المقابلة: لم أكن في وعي في إحدى الأيام، كنت في عداد المفقودين ل3 أيام. بعدما وصلت للمنزل قلت إن أجساما فضائية قامت بأخذي معهم إلى الخارج الأرض، ولا أستطيع إخباركم أكثر من ذلك. وهناك مقابلة مضحكة عندما كان في الدوري المكسيكي، تولى مارادونا تدريب فريق دوارادوس المكسيكي قبل أعوام، وكان قد وقع في موقف محرج في مقابلة تلفزيونية عقب الخسارة من فريق خواريز. الصحفي سأل دييغو مارادونا: لطالما أنت في المكسيك فقد درست الدوري الدرجة الأولى جيدا، وأنت تعرف بالفعل، فكيف ترى مستوى الدوري الممتاز؟ لم يستطع دييغو مارادونا الإجابة عن هذا السؤال، وبقى صامتا ويتردد في البحث عن الإجابة. وفي مسيرته الكروية كان يلعب كصانع ألعاب متقدم في مركز الكلاسيكي لصاحب رقم 10. كان مارادونا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل ويحطم الرقم القياسي العالمي لرسوم الانتقال مرتين، الأولى عندما انتقل إلى برشلونة مقابل رسوم انتقال قياسية آنذاك بلغت 5 ملايين جنيه استرليني، والثاني عندما كان انتقل إلى فريق نابولي الإيطالي مقابل رسوم انتقاله قياسي آخر بلغت 6.9 مليون جنيه استرليني في مسيرته الدولية مع الأرجنتين. خاض 91 مباراة دولية وسجل 34 هدفا. لعب مارادونا في 4 بطولات كأس العالم، بما في ذلك كأس العالم 1986 في المكسيك حيث كان قائدا للأرجنتين وقادهم للفوز على ألمانيا الغربية في النهاية، وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة في 4 نهائيات كأس العالم 1986.
سجل كلا هدفين الفوز، وأصبح مارادونا مدربا للمنتخب الأرجنتيني في نوفمبر 2008، وكان المسؤول على الفريق في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا قبل أن يغادر في نهاية البطولة. ثم درب نادي الوصل سنة 2011، وفي مايو 2018 تم إعلان مارادونا كرئيسا جديدا لنادي دينامو بريست البيلاروسي. وصل إلى بريست ومن تم تقديمه من قبل النادي لبدء مهامه في يونيو من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2019 كان مارادونا مدربا بالنادي لدوارتوس المكسيكي، وكان مدرب لنادي جيمانسيا لا بلاتا من عام 2019 حتى 2020. وإنجازات اللاعب الكبير أرماندو مارادونا: هو هداف الدوري الأرجنتيني سنة 1978 و 1979 و 1980، والحاصل على الكرة الذهبية في كأس العالم تحت 20 سنة سنة 1979، وكذلك حاصل على الحذاء الذهبي في كأس العالم تحت 20 سنة سنة 1979، ولاعب العام في الأرجنتين سنة 1979 و 1980 وسنة 1981 وسنة 1986. وجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية وجائزة رسمية سنة 1979 و 1980، وكذلك في أولمبياد أورو سنة 1979 1986، وكان أيضا لاعب العام في الدوري الإيطالي سنة 1985، والحاصل على الكرة الذهبية في كأس العالم سنة 1986، والحذاء الفضي في كأس العالم 1986، وجائزة أونزي الذهبية سنة 1986 و 1987، وبطل فريق الأبطال من صحيفة ليكيب سنة 1986، وجائزة يونايتد بريس الدولية لرياضة لرياضي العام سنة 1986، وهداف الدوري الإيطالي سنة 1987، وهداف كأس إيطاليا سنة 1987، وفي الكرة البرونزية في كأس العالم 1990، وجائزة أعظم لاعب القرن العشرين من مجلة وورلد ثريكس والاعتراف بإنجازات العمر من مجلس الشيوخ الأرجنتيني سنة 2005، وأعظم لاعب في كرة القدم في تاريخ كأس العالم. والمركز الأول من مجلة التايمز 2010 وأفضل رياضي في التاريخ، المركز الأول من كروبيري ديلو سبور، وهداف نابولي التاريخي ما بين 1991 حتى 2017، قاعة المشاهير كرة القدم الإيطالية 2018، وأفضل 50 لاعب كرة القدم من أمريكا الجنوبية في التاريخ.